أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من الرافدين، أبرز ونرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في القدس العربي نبدأ، حماس تعلن التوصل إلى تفاهم الاحتواء التصعيدي في غزة. في صحيفة العربي الجديد، ميليشيات عراقية موالية لإيران تهاجم الأردن. في موقع عربي 21، 300 صحفي مصري يجددون رفضهم التطبيع النقابي والشخصي. عنوان صحيفة العربي اللندنية، توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الخرطوم والحركات المسلحة. في موقع إلترا عراق، تطورات وأزمة الجائحة كورونا يقتل أكثر من 7000 عراقي. في موقع الجزيرة نت، أزمة شرق المتوسط، أوروبا تدعو إلى الحوار مع تركيا وتهدد بفرض عقوبات عليها. نطالع من المدى، منظمات دولية وعراقية، جرائم الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم. المالكي يتصرف كحاكم أول في العراق حتى وإن لم يتسلم رئاسة الحكومة، ففي مكتبه يستقبل رئيس الحكومة والوزراء ويعطي التوجيهات مع هادي العامري، ولا يكترث لما يقال عن تورطه في الفساد ورعاية الميليشيات الإيرانية، فقد أعلن أكثر من مرة عن مخططاته بإزاحة الكاظمي عن السلطة، وهو ما ينفذ وسط حملة دعائية شرسة من وكلاء إيران داخل العراق وخارجه، تستهدف الثورة الشبابية والكاظمية الذي تقف مكاتبه الإعلامية ويقف مستشاروه عاجزين عن التصدي لهذه المخططات، وسيكونون أول من يقفز من السفينة بعدما الإيجو بهم من نعمة المناصب. هذا ما جاء في مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. ظرف العراق الحالي معقد وصعب، وما أوصله إلى هذا هو النظام السياسي، ويتحمل قادته سواء الذين أداروا الحكومات السابقة مباشرة الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي، أو قادة تلك الأحزاب ومنظماتها وميليشياتها التي تدير وتنفذ جميع عمليات القتل والاختطاف ضد شباب الثورة وجميع المعارضين لهذا النظام الجائر. قادة الأحزاب هم المسؤولون عن إنتاج داعش وتسليمه الموصل وباقي المحافظات الست وتهجير أهلها وسرقة ممتلكاتهم، وأي محاولة لإبعاد المسؤولية العامة عنهم ونقلها إلى الحكومات التنفيذية لا يقبلها شعب العراق ولا تقبلها ثورته الشابة. لقد سمع العراقيون ما نشر حول استدعاء المالكي والعامري لرئيس الوزراء الكاظمي بعد عودته من واشنطن وإشرافه على الوضع الأمني في البصرة بعد جرائم قتل نشطاء الثورة ريهام يعقوب وتحسين الشحماني، وبعد مقتل الباحث هشام الهاشمي، وردود الفعل الشعبية التي تمثلت في حرق مقرات الأحزاب الشيعية، ونقل عن المالكي تهديده للكاظمي خلال جلسة المساءلة بقوله: مكتبك بعلمك أو دون علمك يدير لعبة أكبر منك ومنهم، وهي جر الجنوب إلى حرب أهلية. أمهلك حتى نهاية السنة لضبط الأمن في الجنوب، وإلا سنقيلك أنت ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. مع محاصرة انتفاضة الشباب وقتل أبرز الناشطين فيها، إلا أن ثورة تشرين حافظت حتى الآن على سلميتها، ليس لعدم توفر السلاح حيث يمتلئ العراق بمخزوناته، وهناك بين مناصري الثورة من يطالب الشباب بالدفاع عن أنفسهم بالسلاح، وقد تكون هذه هي الخطوة المقبلة للثورة إذا لم يحمها الكاظمي فعليا وليس تنفيذه لمشروع تنظيفها كما يروج بعض قادة الميليشيات. عن رهانات السلطة الخاسرة كتب رعد أطياف في موقع إلترا عراق: السلطة المهيمنة في العراق لا تزال بعيدة كل البعد عن هذا النمط من الاحتكار،
حتى إن تغييب حياة شخص ما وإنهاء حياته أسهل بكثير من إقناعه بحقيقة ما ليتشكل من خلالها ويسهل الهيمنة عليه لاحقا. بالرغم من التحشيد الإعلامي الواسع لهذه السلطة، إلا أنه خطاب بائس لا يستحق قيمة الأموال المبذولة لأجله ولا يسهم في صناعة حقيقية. لم نسمع في التاريخ يوما أن القمع حيلة ناجحة لإسكات الخصوم، بل سيسهم إسهاما مضاعفا في تشكيل ثقافة سياسية مغايرة. ومعلوم أن تشكيل الوعي السياسي يعتمد بالأساس على دافع عميق وهو إرادة التغيير. وقد لفتت نظري في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأصوات من داخل المنبر الحسيني تندد بالفساد السياسي الذي ينخر الجسد العراقي، وبمرور الوقت تتسع رقعة المطالبة بحياة كريمة، ويظهر من كل دعاوى الشيطنة والاحتقار والتزييف التي مارستها السلطة ضد الحدث التشريني، إلا أنه ظل حيوياً وصامداً رغم التشويهات المتعمدة والمستمرة حتى الآن. والإشارة إلى هذا الحدث لا يعني عصمته من الأخطاء والمعرقلات. ما هو عمر السلطة القمعية الافتراضي؟ حقيقة أن نصف عمرها يتمدد من خلال الدعم السياسي المستمر، سواء من مستفيدي الداخل أو من أنظمة الخارج، وهذا أحد الأسباب التي تطيل من عمر السلطة القمعية بنحو نسبي. ومن يتعقل أحداث التاريخ لا تستهويه هذه المغامرة، أعني الرهان على الدعم المشبوه. وإذا سلمنا أن هذا الدعم يشل ركيزة صلبة لإدامة زخم السلطة القمعية، لكنه يحول الشعب إلى جيش من الاحتياط ضد هذه السلطة، بل يتحول إلى طابور خامس ضدها، وتنتهي تلك السلطة بعزلة قاتلة وتجابه بحقد أعمى يتربص بها ويتحين الفرص للانقضاض عليها. كان التعامل مع انتفاضة تشرين بطريقة بشعة ومروعة بالاغتيالات المستمرة، ولا تزال حتى هذه اللحظة تلك الجهات لا تزال ماضية في هذا السلوك المرعب. أما إنتاج الحقيقة فقد تركوه لجيوش إلكترونية بائسة لا تفهم شيئا. وعن الاغتيالات في العراق، كتب شاه القرداغي مقالا في موقع مركز رافدين، جاء فيه: يخسر العراق يوميا مزيدا من الأصوات الحرة والشباب الشجعان وعقول المستقبل من الباحثين عن الأمل والأمان والناقمين عن الفوضى والحروب والدمار. وكان هناك خطة ممنهجة لاغتيال المستقبل وتصفية العقلاء والأحرار وإيقاف عجلة التاريخ ليستمر وتستمر هذه الحقبة المظلمة التي يسود فيها الظلم والظلام. تتصاعد عمليات الاغتيالات وكتم الأصوات بالكواتم الذي يطال الناشطين والصحفيين والأصوات الحرة في المجتمع العراقي. وتصدر هذه الجرائم من أطراف ميليشياوية تشعر أن الوعي الجماهيري والثورة الحالية سوف تؤثر على حاضنتها الشعبية وسوف تهدد نفوذها مستقبلا. وبالتالي فإن خوفها من فقدان السلطة والسيطرة تدفعها لارتكاب هذه الجرائم لإبقاء المجتمع العراقي تحت الهيمنة الكاملة والخوف والتهديد دون السماح بأي تقدم أو تطور نحو الأمام. تبدأ المرحلة الأولى من مراحل تصفية الناشطين والصحفيين بالتحريض، وذلك تم خلال ظهور سياسي على إحدى القنوات الفضائية وقيامه بتخوين الناشطين ووصف المتظاهرين بالعملاء للسفارات الأجنبية والتحريض على قتلهم وإسكاتهم منذ بداية تظاهرات تشرين عام 2019. وعلى سبيل المثال، فقد تحدث زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن وجود مؤامرة أمريكية تقف وراء المظاهرات، وحاول الخزعلي مراراً أن يربط بين المظاهرات الشعبية وبين الصراع السياسي بين طهران وأمريكا ليكرر نفس الرواية الإيرانية الرسمية التي كانت تنظر للحراك الشعبي العراقي بأنه وسيلة ضغط أمريكية ضد المحور الإيراني.
بينما ظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي قبل أسبوع في لقاء تلفزيوني هاجم من خلاله المتظاهرين من أهل ذي قار وشباب الناصرية. وبعد هذا اللقاء بدأت موجة جديدة من عمليات تصفية الناشطين. من الواضح أن أعمال التصفية تستهدف النخبة الواعية التي أسهمت في إنضاج تظاهرات تشرين. الهدف من ذلك عدم السماح بتشكل نخبة من الناشطين وأصحاب الرأي الذين ينجحون في إدارة المجتمع ويسحبون زمام المبادرة من رجال الدين وقادة الميليشيات التي تسلطت على رقاب المواطنين طوال السنوات الماضية. وبعد التظاهرات الأخيرة ازدادت الكثير من الأصوات وانتفضت العديد من المحافظات وزادت نسبة الوعي لدى المواطنين والشباب وتضاعفت مطالبهم بالحرية والحقوق والعيش الكريم. ذكر الكاتب علي حسين في مقال نشرته صحيفة المدى: هل أعجبتك مشاهد إحراق قناة دجلة والتي رافقها وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن كانت تشاهد ما يحصل وتلتقط صورا تذكارية للحريق؟ هل دققت في مذكرة إلقاء القبض على جمال الكربولي والتي أصدرها القضاء بسرعة البرق؟ لعل النفوذ والثروة التي حصل عليها آل الكربولي لم تكن ممكنة من دون مباركة بعض قادة الأحزاب الشيعية الذين كانوا يحتاجون أصوات كتلة الكربولي في البرلمان لتمرير قرارات تصب في مصالحهم. لست في وارد الحديث عما حدث وما بثته القناة، ولكن هل يعقل أن يصدر القضاء وخلال أقل من 24 ساعة أمراً بإلقاء القبض على مالك القناة في الوقت الذي قتل عادل عبد المهدي أكثر من 700 شاب من دون أن يرمش للقضاء طرف؟ سيقول البعض: يا عزيزي، إنها عواطف الناس ومحبتهم لعقائدهم هي التي أدت إلى حرق القناة. كل هذا أتفهمه وأعرف أن القناة أخطأت، ولكن الذي لا أفهمه ولا أصدقه كيف يشارك ضباط وجنود مهمتهم حماية الممتلكات العامة والخاصة في مهرجان الحريق. حتى كتابة هذه السطور لا تزال العديد من القنوات تثير النعرات الطائفية دون أن يقترب منها مقص هيئة الإعلام والاتصالات، وحتى هذه اللحظة لا يزال عادل عبد المهدي يكتب تغريدات يسخر فيها من العراقيين، وكان آخرها: إن طالبنا بالثورة ضد الظلم وإراقة الدماء والاستبداد والفقر، ولم ينسى أن يشتم الإمبريالية. وأنت تقرأ هذه التغريدة لا تعتقد أن الرجل يمزح معك، فهو مؤمن أنه مناضل وأن العراقيين لم يعطوه فرصة لقتل أكبر عدد من المتظاهرين. جلس عادل عبد المهدي أكثر من عام متبسما على كرسي رئاسة الوزراء، وبعد عشرات الخطب واللقطات التلفزيونية عن الإصلاح والمواطنة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد خرج من السلطة متجهم الوجه، ومقربوه يؤكدون أن العراق لا يصلح معه إلا رئيس وزراء يضرب المتظاهرين بالرصاص لأنهم تجاوزوا الإشارة الحمراء في طريق الديمقراطية العراقية. بلغ عمر جامعة الدول العربية 75 عاماً، كان من المفترض الاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن كورونا ضربت العالم كله وألزمت الجميع منازلهم، فأعفت الدول العربية من تبعات إحياء أو في الأقل استحضار روح هذا الكيان العربي الوحيد الذي لا زال يحمل بقايا الحس العربي الوحدوي ولو اسماً فحسب. واليوم يقترب العام من نهايته وبدأ العالم كله يفتح أبوابه ويستعيد نشاطه الاقتصادي، لكن مع ذلك لا إشارة واحدة ولو تلميحا بالتفكير في عقد هذه القمة العربية التي كان يفترض عقدها في شهر آذار مارس الماضي. هذا ما جاء في مقال الكاتب سامح راشد في صحيفة العربي الجديد. صحيح أن معضلة الجامعة أعمق وأوسع من انعقاد القمة أو تأجيلها، لكنها تظل الكيان العربي الوحيد الذي لا يزال جماعياً.
في زمن انهارت معه كل مفردات الوحدة وكل مظاهر التكامل العربي، وصارت فيه القومية العربية نسياً منسياً، وأصبحت القمم العربية مظهراً وحيداً لتلك الجماعية العربية التائهة. بعد 75 عاماً على إنشاء جامعة الدول العربية، من السهل استحضار عشرات المواقف والأزمات التي عصفت بشعوب ودول عربية، كاد بعضها يضيع وضاع بقيتها بالفعل، بينما الجامعة حاضرة وربما مشاركة ولا تتجاوز مواقفها سقف القلق والشجب، بل يمكن بسهولة رصد مواقف لعبت فيها الجامعة دوراً سلبياً ومهدت لتطورات لم تكن لتحدث من دون ذلك الغطاء العربي المؤسسي. تاريخ الجامعة حافل بالإخفاقات مما سمي بالحملة الدولية لمكافحة الإرهاب على خلفية تفجيرات 11 من سبتمبر في عام 2001 إلى الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وبعده العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. ومع بدايات العقد الثاني من الألفية وقفت الجامعة مشلولة إزاء موجة الربيع العربي، وبقيت على شللها فيما الموجة تنكسر. لم يعد محل نقاش أن غياب الإدارة السياسية هو السبب الرئيسي في إخفاقات جامعة الدول العربية، لكن سنوات الجامعة 75 جعلتها عجوزاً بما يكفي لتعجز حتى عن أداء مهمات بسيطة غير خلافية، وتتكلس أمام تطورات العصر في الآليات والأدوات ومن قبلها التحديات. فتلك المؤسسة الوحدوية التكاملية التي تضم عشرات الأجهزة والأذرع الاقتصادية السياسية المتخصصة لا تزال تفتقد الآليات والديناميكية اللازمة لمواجهة ثورة الاتصالات والمعلومات. نشر صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية ذكرت فيها بمرور 3 أعوام على مذبحة المسلمين الروهينجا في بورما، وبدأت بالتذكير بما كتبه الكاتب التشيكي ميلان كونديرا أن صراع الإنسان ضد السلطة هو صراع الذاكرة ضد النسيان. وهنا بالضبط ما يجد مسلمو الروهينجا أنفسهم اليوم ويواجهونه، فبعد 3 أعوام على ترويع 750,000 مسلم وإحراق بيوتهم على يد قوات الأمن في ميانمار وإجبارهم على الهروب إلى مخيمات اللجوء البائسة في بنغلاديش، يجب عدم نسيان الجريمة ضد الروهينجا ومأساتها. ففي آب أغسطس عام 2017 هاجم متشددون من الروهينجا مراكز للشرطة في ولاية راخين وقتلوا 12 عنصراً من القوات البورمية، وردت قوات الأمن في 25 من آب أغسطس بحملة الأرض المحروقة ضد السكان الروهينجا في الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقتل آلاف المدنيين وحرقت قراهم وهرب حوالي 750,000 منهم إلى بنغلاديش. وشمل العنف مجزرة في 2 سبتمبر حيث تم السطو على 10 رجال من قرية وقتلهم، وقطع فلاحون بوذيون 2 منهم قطعا، فيما أطلقت الشرطة النار على البقية حسب ما نشرت وكالة رويترز التي التقت مع الشهود وفضحت المذبحة. وفي وقت لاحق قامت السلطات في ميانمار بتسوية بيوت الروهينجا وعبدت الطريق أمام بناء ثكنات للحكومة عليها. ولا تزال مأساة الروهينجا ملحة اليوم، وهناك 1,000,000 منهم يعيشون في 5 مخيمات تحت خيام صنعت من القصب والبلاستيك وفي منطقة تساوي مساحتها مانهاتن في نيويورك، ويشكل الأطفال نصف اللاجئين، ويخشى اللاجئون من إعادة توطينهم في راخين حيث سيتعرضون للحرمان والعنف. وفشلت جهود إعادتهم مرتين في عام 2018 وعام 2019. تضيف الصحيفة: لقد حان الوقت لتسمية ما حدث باسمه الحقيقي، جريمة ضد الإنسانية. وتعريف الإبادة بحسب القانون الدولي هو أي فعل من الأفعال الآتية التي ترتكب بنية التدمير بشكل تام أو جزئي لجماعة قومية، إثنية، عرقية أو دينية.
قامت شركة سكايدر اليابانية من بين عدد لا يحصى من الشركات التي لديها مشروعات السيارة الطائرة حول العالم، قامت بتنفيذ رحلة تجريبية ناجحة وإن كانت متواضعة على متنها شخص واحد على المركبة الطائرة إيفيتول. وقال توموهيرو فوكوزاوا الذي يرأس جهود سكاي درايف، قال إنه يأمل أن تتحول هذه السيارة الطائرة إلى منتج واقعي بحلول عام 2023، لكنه أقر بأن جعلها آمنة هو الأمر البالغ الأهمية. وذكر لوكالة أسوشيتد بريس من بين أكثر من 100 مشروع لسيارات الطائرة في العالم، نجح عدد قليل فقط من الطيران مع وجود شخص على متنها. وأضاف: آمل أن يرغب كثير من الناس في ركوبها والشعور بالأمان. وقال فوكوزاوا أن الآلة يمكنها الطيران حتى الآن لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط، ولكن إذا استطاعت أن تصل إلى 30 دقيقة فستكون لديها إمكانات أكبر. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في أمان الله.